وأمر في دمشق معنا براء عبد الرحمن الناشط الإعلامي. براء، كيف تجري المعارك هذا الصباح؟ وما المواقع التي سيطر عليها الثوار خلال الساعة الأخيرة في شرق القلمون؟ نعم، الحقيقة أعلن الثوار في الأسبوع الماضي وحتى هذه اللحظة عن معارك عنيفة يخوضها الجيش الحر في مناطق القلمون الشرقي بغية تخفيف الضغط عن معارك الإمليحة ومعارك حي جوبر الدمشقي، والتي منذ أكثر من 27 يوم على التوالي تحاول قوات النظام اقتحام هذه المناطق في الريف الدمشقي. ملخص الأعمال البطولية التي قام بها الجيش الحر في القلمون الشرقي تحديدا، والتي أطلق عليها عواصف الصحراء كما هذا المعروف في مناطق القلمون الشرقي. هذه المعارك والتي قام بها الثوار قام بداية بتحرير عدة كتائب عسكرية ومهمة، أهمها كتيبة بئر الجروة وأيضا كتيبة الستريلا، وأيضا قام في 24 ساعة الماضية تفجير خط الغاز الواصل لمنطقة أو للمحطات الحرارية المعروفة بمحطة سانا ومحطة تشرين ومحطة الدير علي وأيضا محطة الناصرية. جميع هذه المحطات قد تم وقف الإمداد عنها بالغاز، وأيضا تم قطع طريق إمداد للنظام استراتيجي ومهم جدا للغاية، هذا الطريق المعروف من بغداد ومنطقة التنف تم قطعه بالكامل. البارحة أعلن الجيش الحر أيضا عن إسقاط مقاتلة حربية كانت قد أقلعت من مطار أضمير، وأيضا قاموا بتحرير كتيبة الكيمياء وهي موقع جغرافي واستراتيجي هام بين مطار أضمير ومطار السين العسكريين. تم تحرير هذه الكتيبة وتم قطع طريق الإمداد الواصل بين المطارين الحربيين الاستراتيجيين والمهمين. هذا يعني هذا المطار هو يقوم يوميا بقصف الغوطة الشرقية وتخرج منه الطائرات لقصف الغوطة الشرقية. الآن أصبح الثوار على مشارف هذا المطار، وربما نسمع في الساعات القريبة القادمة ضرب هذا المطار أو محاولة اقتحامه، لأن تلك المعارك ما زالت محتدمة ومشتعلة حتى هذه اللحظة. براء عبد الرحمن الناشط الإعلامي من ريف دمشق، شكرا جزيلا لك.